سوالف دائما يسألونك عن الماضي، أبغى أعرف وأسألك كيف تحلم بالمستقبل؟ إيه، المستقبل مو بحلم، هو درب نسير عليه. تدري ليش يا ولدي؟ لأن بالماضي كان الأمل والعمل هو خيارنا الوحيد. نترابع تحت الشمس عشان نوصل له. كنا أمهات وخوات، آباء وإخوان وأبناء، نتساعد ونحاول نقدم للوطن شيء، وقدرنا لأنها أرض خير. حطينا إيدينا بيدين بعض وعمرت البلاد بكبرها. عيالنا شرات الأرض، لازم تزرع فيهم كل شيء طيب وترويهم بالمعرفة والمحبة، وتبني بقلوبهم الخير والسعادة. نعم المستقبل لهم، لأن رايته توصل من جيل لجيل بإرث أصيل وطموح حدوده الفضاء.